الكشف عن المجموعات الوظيفية للكحولات. في هذا الفيديو سنقوم بالكشف عن مجموعة الكحولات في المركبات العضوية، وذلك من خلال محاكاة ثلاثية الأبعاد لخطوات التجربة في معمل الكيمياء الافتراضي في براكسي لابس. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو على قناتنا على يوتيوب، تأكد أولاً من اشتراكك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك جميع الفيديوهات الجديدة عند نشرها مباشرة. الكحولات هي مادة أساسية في الحياة منذ قديم الأزل. أول من استخرجها هم المصريون والصينيون والهنود، وهي نواتج تفاعل الخميرة أو البكتيريا مع السكر الموجود في الطعام. استخدمها القدماء كمشروب وكدواء أيضاً، وتدخل الكحولات الآن في مجالات عديدة في الطب وصناعة مستحضرات التجميل ومواد التنظيف والدهانات. من أهم الكحولات المستخدمة الآن هو كحول الإيثانول، وهو سائل عديم اللون ينتج من عملية التخمر كناتج ثانوي، ويمكن تحضيره عن طريق إضافة ماء إلى الإيثيلين. يستخدم الإيثانول بشكل أساسي في تصنيع المشروبات الكحولية وكوقود لقدرته العالية على الاحتراق، كما يستخدم في صناعة مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية الشخصية لقدرته الفعالة في القضاء على الكائنات الدقيقة كالبكتيريا والفطريات والفيروسات. وكذلك يستخدم كمذيب للمواد الغير قابلة للذوبان في الماء مثل العطور ومستحضرات التجميل، وهو مكون أساسي في تصنيع غسول الفم وشراب السعال ونزلات البرد، ويستخدم أيضاً في تطهير الجروح. سنبدأ الآن خطوات إجراء التجربة بمعمل براكسي لابس الافتراضي، وبعد إجرائها ستكون قادراً عن الكشف بسهولة عن مجموعة الكحولات في المركبات العضوية. نقوم بتسجيل الدخول إلى حسابنا على معامل براكسي لابس، ثم نبدأ بإجراء التجربة كما يلي. الخطوة الأولى: قم بوضع كمية مناسبة من الإيثانول في أنبوبة الاختبار. الخطوة الثانية: قم بإضافة مادة تتفاعل مع الإيثانول وتعمل على تكوين غاز كلوريد الهيدروجين وإستر، وفي هذه التجربة سنقوم بوضع كلوريد الأسيتيل. الخطوة الثالثة: أفرغ محتويات القطارة في صندوق المخلفات. الخطوة الرابعة: نلاحظ تكون إستر وتصاعد غاز كلوريد الهيدروجين كنواتج للتفاعل. الخطوة الخامسة: بلل ورقة بمادة هيدروكسيد الأمونيوم ثم مررها على فوهة أنبوبة الاختبار. الخطوة السادسة: لاحظ تكون سحباً بيضاء كثيفة عند فوهة الأنبوبة نتيجة لتصاعد غاز كلوريد الأمونيوم. بهذا نكون قد تأكدنا من أن السائل من مجموعات الكحولات ويحتوي على مجموعة هيدروكسيل. إذا استفدت من هذا الفيديو، اضغط إعجاب ومشاركة واترك لنا تعليقاً.